السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. هذه حلقة جديدة من مصابيح نعلق فيها على المقاطع التي ترسلونها لنا إلى رابط تيليجرام الذي يظهر أمامكم. قبل أن أبدأ أحب أن أخبركم بشيء. بعض الجهات في عدد من الدول البوليسية، جهات يعني يخاف منها جميع المجتمع، هذه الجهات في دول أخرى هذه الجهات تخاف من المحكمة، لأن أي مواطن يستطيع أن يرفع عليهم دعوة قضية، والمحكمة ستحكم عليهم وتعاقبهم إذا كانوا قد ظلموا مواطنا أو حتى مقيما في تلك البلاد. مرة أرادوا أن يجدوا ثغرة يسيء فيها إلى شخص معين، ما استطاعوا، شخص من أهل تلك البلاد لكنه مسلم. فماذا فعلوا؟ وجدوا فتاة مرة من المرات أبوها جعلها يعني تحفظ سورة من القرآن، وراحت قرأت عليه هذه السورة. كانت طفلة، طفلة بمعنى الكلمة طفلة. بعد أن كبرت هذه الطفلة فعلت فعلا سيئا، بعد أن بلغت وكبرت في السن، يعني يمكن صارت بالقرابة 20 أو شيء من هذا القبيل، فعلت فعلا سيئا. حرضوا جميع وسائل الإعلام أن تتكلم أنه هذه الطفلة التي قرأت على فلان فعلت ذلك الفعل. هذا الأسلوب ليس مخابراتي بين قوسين يستخدمه بعض الناس الذين يظهرون ويتكلمون باسم الإسلام والدفاع عن الأئمة العظام، نفس هذا الأسلوب بالضبط. هو مو عرفان يتكلم عن الموضوع بنفسه، يروح يلف، ولكن أولئك يخافون من المحكمة. هذا يؤمن بالله ويؤمن بمحكمة الله سبحانه وتعالى، ولا أدري ما آثار خوفه منها. سنبدأ بإذن الله. يا قوم اتبعوا المرسلين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نبدأ بالفيديو الأول. ماذا قال؟ أنتم الآن سمعتم ماذا؟ جزءا من كلامه. فهمتم شيئا؟ يمكن المغاربة فهموا لكن غيرهم لا، هذا يقرأ قرآنا. هذا أسلوب يقرؤون به القرآن في كثير، يعني هذا منتشر في بلاد المغرب الحبيبة تحديدا، يمكن في أكثر المساجد رسميا هم مكلفون بقراءة القرآن بعد المغرب، والكلام حول هذا كثير، لكن أنا سأتكلم فقط على طريقة القراءة. هل هذه طريقة قراءة صحيحة للقرآن الكريم؟ هل هكذا يتلى كلام الله؟ هل هكذا يحب الله سبحانه وتعالى أن يسمع منك تلاوة كلامه؟ جزاكم الله خيرا إن كنتم تحبون القرآن وتراجعونه وما شابه ذلك، هذا شيء جيد وعظيم، ولكن لو قرأتموه بالأسلوب الذي يقرأه عامة الناس، الرحمن علم القرآن علم القرآن بطريقة صحيحة، هذا الذي أقصده. لكن سبحان الله هذه المسألة ينبه عليها كثيرا ولا يزالون على هذا الأسلوب ويصرون عليه كثير منهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يصلح الأمور. ننتقل للفيديو التالي. تسجيلات الكورسات يا مولانا، لو صاحب الكورس مش موافق إن هي تتسمع ممكن تتسمع ولا لا؟ لو هتتسجل عشان النشر التجاري والانتفاع التجاري فلا حرام، ربنا يغفر لنا ويتوب علينا جميعا. الناس مش مقتدرة إن هي تروح الكورسات. يا شيخ أنا فاهم. أنا دلوقتي في واحد عمل علم، في واحد عمل كتاب، وقال ممنوع إن حد يصوره، دكتور جامعة عمل كتاب، ممنوع حد يصوره، واحد عالم غربي عمل كتاب وفي حقوق نشر، ممنوع، وأنا معيش نسخة ويندوز ب 7-8000 جنيه، وأنا مقدرش، وأنا محتاج ده في العلم مش محتاج ده في البداية. أنا العلم ده لو على سبيل التجارة، يعني انا اخد الكتاب ده واصوره وابيعه للطالب، انا مصوره ب 30 جنيه ابيعه ب 60 جنيه بدل ما يشتريه ب 200 جنيه، حرام، ربنا يعفو عنا ويغفر لنا ويتوب علينا. لو على سبيل الانتفاع الشخصي فلعل باذن الله ربنا يعفو ان شاء الله ويبقى له حرام. هذا الكلام مبني على ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كتم علما الجمه الله بلجام من نار يوم القيامه. فالعلم لا يجوز ان يكتم. طيب، في مسألة أن أنا باعتباري مؤلف مدرس فيزياء وكتبت كتاب في الفيزياء، ما أتكلم عن نفسي،
مثال. وهذا الكتاب أنا بذلت فيه جهدا ووقتا، وأريد ثمن هذا الجهد والوقت. قد أكون بذلت فيه مالا، اشتريت مراجع، فرغت نفسي عن جزء من عملي، أتيت بباحثين يساعدوني، كل تكلفة مادية من خلال هذا البيع سأعوض هذه التكلفة. فلهذا كثير أو أكثر المؤلفين، قد يكون كثير من المؤلفين يعتمدون فقط على بيع الكتب في رزقهم في قوت يومهم. فمن حقه أن يعطى وأن يشترى كتابه كذا. وكذلك دار الطباعة هذه تريد أن تمول يعني مؤسستها وتريد أن تمول موظفيها وما شابه ذلك، وإلا هي لماذا تطبع لك الكتاب؟ فإذا المسألة فيها جانب متعلق بحقوق، حق المؤلف وحق دار النشر، تتعلق بجانب النهي عن كتم العلم. فلهذا المستطيع لعليه أن يشتري، غير المستطيع ننظر هل أنت بحاجة إلى هذا الكتاب، وهل أنت بحاجة إلى هذا العلم حاجة حقيقية، عند ذلك نقول لا يجوز أن يكتم عنك. أو أنت لست بحاجة حقيقية لهذا العلم، وإنما أنت بدك تتسلى، أو مثلا لنفترض رواية، بغض النظر عن أنني يعني لا أحب أن ينشغل الإنسان بالرواية، لكن رواية ولا شيء أساسا أنت لست مضطرا إليه، لا، ما يجوز أن تنتهك الحقوق وأن لا تشتريه. والله أعلم، أنا أحيانا آتي بكلام لأحدهم وأقول شيئا يؤيده، فبعض الناس ماذا يقولون لي؟ طيب وين الغلط في كلامه؟ طب أنا أيدته، أنا جبت لك الأدلة عليه وفصلت وما شابه ذلك. يا أخي أنت ليش تفترض دائما أنه لابد أنه في خطأ في كلام الشخص؟ قد يكون في خطأ وقد يكون في صواب، قد يكون في خطأ جزئي وقد يكون في معلومة تحتاج إلى توضيح، هو ما وضحها فوضحتها. يعني الله المستعان. طيب ننتقل للفيديو التالي. هذه امرأة، طبعا أنا غبشت الفيديو، طلعت تصلي على الذي ركب على البراق عليه الصلاة والسلام وتغني له محمد عين الوجود طه. إيش يعني محمد عين الوجود طه؟ محمد عليه الصلاة والسلام هو عين الوجود؟ معنى عين الوجود يعني هو الوجود، وهو ليس هو الوجود. ثم طه ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ما ناداه أحد من الصحابة طه، ما سمى أحد. يعني حتى أنا بحثت في كتب التراجم، يعني الكتب التي تذكر لك قصص وسير العلماء وكذا، ما وجدت أحدا في السنين الأولى، في مئات السنين الأولى، تقريبا 500 سنة أو أكثر من ذلك. حاولت أن أتتبع هل يوجد أحد اسمه طه، هل طه كان بالنسبة لهم اسم؟ ما في. شيلك من هاي، أنا أنت تحبين محمدا صلى الله عليه وسلم، لماذا لا تقتدين بسنته؟ الله سبحانه وتعالى نهى عن أن تخضع المرأة بصوتها. طيب عندما تغني أليس هذا خضوع في الصوت؟ حجاب بهذه الطريقة ومكشوفة نصف الرقبة وما شابه ذلك، هل هذا منظر امرأة توافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أم نحن فقط نغني ونحصل رتش؟ يعني ما أدري هل هذا يرضى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنظرك؟ نسمع لهذا الفيديو. المطالبة بتعدد الزوجات مع أو ضد؟ تبعاهم الناس هذا ولا ضدهم؟ معهم أنا، أنا حر. لا حرية فيما يخالف القانون، ولا حرية فيما يخالف شرع الله. طبعا هم في تونس يمنعون التعدد، فهو لما سأله عن التعدد أنت تؤيده؟ فقال نعم أنا حر. فقال له لا حرية فيما يخالف القانون. اسمع، القانون ولا حرية فيما يخالف شرع الله. هذا شيء انت تخاف من القانون. اسمعني، ممكن ولن تعدلوا، اعطيني ايتين قبله وقبل ولن تعدلوا، ايتين بعد ولن تعدلوا، حافظين كان ولن تعدلوا، فلن تعدلوا. انتم تحبوا حاجه تبع القانون ما يسالش، تخافوا منه القانون وشرع ربي ما تخافوش منه. لو عندك القدره اليوم انك تاخذ اربع نساء تاخذ اربع نساء. في تونس ممنوع. لا لا لا، لو جيت عايش في مصر ناخذ اربع نساء. تاخذ اربع نساء. لو كان عندي القدرة الجسدية والمالية ناخذ اربع نساء. معناتها كان جيت في مصر راك انت توا. ولا جيت في الجزائر. الحاج ولا جيت في الجزائر ولا جيت في ليبيا. راك الحاج جيراننا ذاما، ريتهم جيراننا عندهم تعدد الزوجات. راك الحاج متولي. راك يتفرجوا. خلي يتفرجوا. انا لا نخاف لا من داري لا من قانون. نخاف من ربي اكثر من حاجة. والله ايش بدي اقول يعني؟ ما عليك زود.
الله المستعان. على فكرة أنا لا أعرفه، يعني أول مرة ما أتابع، لكن الكلام، وأنا أستغرب سبحان الله من دول. على فكرة هذا القانون ليس موجود فقط في تونس، موجود في تركيا، وأتكلم أنا عن دول سكانها مسلمون. طيب ننتقل للفيديو التالي. هل الله يجلس نبيه محمد بجانبه على العرش؟ لا، والأخبار التي وردت كلها لا تثبت ولا تصح. هذا بحث لي نشرته حول هذا الأثر، حول هذه المسألة. هذا فصل منه، من نقل إجماع السلف عليه. يقول إبراهيم بن أورمة الأصبهاني: هذا الحديث الذي فيه جلوس النبي صلى الله عليه، أن الله سبحانه وتعالى يجلس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش يوم القيامة إكراما له، يقول: هذا الحديث حدث به العلماء منذ 60 و100 سنة ولا يرده إلا أهل البدع. هذا طبعا متوفى عام 266. ويقول محمد بن إسحاق المتوفى عام 270: وقد أتى علي نيف 80 سنة ما علمت أن أحدا رد حديث مجاهد إلا جهمي، وقد جاءت به الآئمة في الأمصار وتلقته العلماء بالقبول منذ نيف 50 و100 سنة. فعد إذا جاءنا شخص في هذا الزمان وخالفهم فليقل ما قال، نحن نتبع السلف الصالح فهم أدرى وأعلم منا بدين الله سبحانه وتعالى، هم الذين يردون ويضعفون وهم الذين يقبلون ويصححون، ونحن للسلف تبع. ننتقل للفيديو التالي. حديث في فضائل علي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين حديث في فضائله؟ جميل، فضائل علي كثيرة عليه رضوان الله. حديث الطير، حديث مشهور جدا جدا. نعم صحيح، حديث يثبت أفضلية علي بن أبي طالب على جميع الصحابة. لا، هذا بقى غير صحيح، هذا الفهم غير صحيح، بل على جميع الخلائق بعد رسول الله. هو سيعرض لنا الحديث وسنرى. النسائي: السنن الكبرى عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عنده طائر فقال: اللهم أتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير. جميل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل طائر، حمامة، دجاجة، الله أعلم ماذا. دع انتبه، اللهم أتني بأحب، اللهم ماذا؟ إيتني بأحب خلقك إليك. اللهم أتني بأحب خلقك إليك يأكل معي من هذا الطير. تمام، إذن هو دعاؤه أن يأتيه الله بأحب خلق الله إليه. جميل، فجاء أبو بكر فرده. من الذي جاء؟ أبو بكر. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا الله أن يأتيه بأحب خلقه إليه أتاه بمن؟ بأبي بكر. طيب النبي رده، طيب رده، لكن الله لما استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يأتيه بأحب خلقه إليه أتاه بمن؟ أتاه بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. يعني معقول الإنسان يخف ذكاؤه، إن كان ينسب له الذكاء، يخف إلى درجة أنه يحتج بحديث ضده؟ وجاء عمر فرده. بعد أبي بكر جاء عمر، إذا من هو أحب خلق الله إليه بعد رسول الله طبعا من الموجودين؟ لأن انتبه، وأيضا جعلوها أحب الخلق جميعا، وهذا أكيد لا يفهم، لأن ما راح الله سبحانه وتعالى يأتيه بحوت أو يأتيه بملك من الملائكة، إنما الخلق الذين يأكلون، ما راح يأتيه بنبي من الأنبياء الذين هم يعني غادروا الحياة ماتوا. الخلق هنا من البشر الذين كانوا في جوار النبي صلى الله عليه وسلم سيأتون ويأكلون البشر في ذلك الزمان، فلا يفضلون على الأنبياء. جاءه بأبي بكر ثم جاءه بعمر، خلاص هو قال ائتني، أتاه بمن؟ بأبي بكر، ثم أتاه بمن؟ أتاه بعمر، ثم بعد ذلك أتاه بعلي رضي الله عنهم أجمعين. وجاء علي فأذن له. إذن جواب الدعاء ائتني أتاه أبو بكر،
الذي رده رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد ما يرد، هذا ما له علاقة بالموضوع. أحب الخلق جاء أتاه بي. إذن طبقا لهذا الحديث الأفضل هو علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. طبعا الحديث صحيح أو ليس صحيا بحث آخر، قلت ولأن في صحته نظر. خلينا نأخذ الصحة يا رجل، حديث حجة في أفضلية أبي بكر ثم عمر رضي الله عنهما ورضي الله عن علي. ننتقل للفيديو التالي. هذا مقطع من مسلسل، لكن فيه مسلسل أو فيلم يعني. هو هذا لما دخل العجل فيقول للسائق: أنت تعرف تكلم مين؟ أنا عندي عجل للسيد البدوي. اعتقادات هؤلاء الذين نشر فيهم مثل هذا الفساد. عجل السيد البدوي، مو ما في له مثل. شلاه طبعا شيء لله، الشحاد يقول شيء لله، فهو شلاه يا سيد العرب يا شيخ العرب، يدعوه من دون الله. يا جدع انت انزل نفتح نفوخك، يا جدع انت فهمني، ده عجل بركة، ده هتبيعه في الليلة الكبيرة. ده عجل مبروك هيتذبح ويتفرع على احباب السيد البدوي. مبروك ايه انت راجل؟ يا جدع انت لقطت مشكلتك، يا جدع انت فهمني واسمع كلام الراجل الطيب ده، احسن بعدين ربنا هيسخطك ويوديك في داهية. تقديس الأعمى. على فكرة طبعا هذا صح فيلم أو مسلسل يعني تمثيل، ولكن هذا في واقعهم موجود هكذا، هذه اعتقادات في الواقع موجودة. ده أنا اللي هوديك في 60 داهية يا عالم يا بعض. شوف بقاء هذا الذي يكلمه. ما هو ده عجل وانت بقى. الله يسامحك الله يسامحك. بقولك ايه، اللي يجي على السيد البدوي متساب اسألني انا. كلام ايه اللي انت بتقوله ده؟ في حد في الدنيا ركب عجل في اتوبيس؟ شايف كلام الناس الكمل، الناس اللي بتفهم. يلا رهيب انت يا جدع. الله يسامحك. يلا يا عجل، يلا يا عجل، يلا يا عجل، منك لله يا بعيد، منك لله تكسر بخاطري وخاطر العجل، شلها شيخ العرب، منك لله يا بعيد. يلا يا بهايم، يلا اطلع بيا يا اسطى موسى. فكرك السيد البدوي هيفوتهالك بكره تندم يا جميل. الله المستعان. يعني كما قلت هذا صح مشهد من فيلم، لكن الواقع للأسف هكذا. تقديس للشيخ البدوي والعجل الذي سيذبح له، خوف الناس منه ودعاؤهم شلاه، هذه يقولونها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم. ننتقل للفيديو التالي. يعني لا أنصحك أنك تتعب نفسك في البحث في الإنترنت عن تأويل الرؤية، لا 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 تتعب نفسك، لأنه لا يوجد شيء اسمه تفسير الأحلام، لا يوجد شيء اسمه تفسير أحلام، ما فيش علم عندنا اسمه علم تفسير الأحلام. نعم النبي صلى الله عليه وسلم فسر وورد عنه روايات كثيرة، لكن هذا وحي، هذا وحي، ولا يوجد وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني لا تنشغل كثيرا بالأحلام، الطيب منها والخير منها إن شاء الله ينفع صاحبه ولا يضره. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. ينكر تفسير الأحلام أو تعبير الرؤى، وهذه طريقة المعتزلة. أما عند أهل السنة رضي الله عنهم، هذا مثلا سنن ابن ماجه كتاب تعبير الرؤيا. أحد الصحابة رأى رؤيا فجاء وقصها في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه بقاء هنا وجه الشاهد. فقال أبو بكر: دعني أعبرها يا رسول الله. فقال: أعبرها، يعني فسرها. ففسرها أبو بكر الصديق. إذن ليس تفسير الأحلام أو تعبير الرؤى خاص بالأنبياء، إنما من كان عنده علم بالتعبير يعبر. وقد اشتهر عن ابن سيرين رضي الله عنه أنه كان يعبر الرؤى،
كذلك ابن عباس. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديثه قال: الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت. قال طبعا هذا يعني فيه كلام في صحة الحديث، لكن هنا وأحسبه قال: ولا تقصها إلا على واد أو ذي رأي. ليش؟ لأن الواد الذي يودك يحبك سيعبرها على تعبير صحيح سليم طيب فيه خير. وهنا في السنة لحرب الكرماني رحمة الله عليه لما نقل عقيدة وإجماع السلف في مسائل العقيدة والمنهج قال: والرؤيا من الله عز وجل، وهي حق، إذا رأى صاحبها شيئا في منامه مما ليس هو ضغث فقصها على عالم وصدق فيها وأولها العالم على أصل تأويلها الصحيح ولم يحرف، فالرؤيا وتأويلها حينئذ حق. ثم قال: وقد كانت الرؤيا من النبيين وحيا. قال: فأي جاهل بأجهل ممن يطعن في الرؤيا ويزعم أنها ليست بشيء. طبعا هو سلامة ما قال ليست بشيء، لكن نفى أن يعبرها غير النبي، وهذا باطل من القول وزور، ومؤداه أن لا يكون للرؤيا أي أثر وأي شيء. فلا تسألوا هؤلاء، لا تسألوهم، هؤلاء الذين ليس عندهم علم. أمثال هذا رأيتم كم من المفاسد التي لا يقع فيها أحد من صغار الناس، يقع فيها هذا ويبثها على العلن، ثم يقول عن نفسه المتخصص وغيره ليس متخصصا. أنا أبين لكم ماذا عنده لتعلموا عمن تأخذون دينكم، هذا واجب. بارك الله فيكم. ونختم بسؤال الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبيس ما كانوا يصنعون.